ولكن حابين انا وكريم نفكر حضراتكم بس باخر حاجه اللي هي فقره السوشيال ميديا. السؤال كان بصراحه اهم حاجه الصراحه، زدنا قد ايه من اول 2020، وهل مارسنا رياضه علشان يعني نقدر ان احنا نتصدى للزياده في الوزن دي ولا لا؟ وممكن نبدا قبل كمان ما نروح لفاصل بينا ونكون صراحه مع الناس. انا هبدا بنفسي، انت قول عادي. انا موقفي صريح، انا صوره واضحه في حالتي، انا مش طرف اللي انتوا بتتكلموا فيه ده يا حضرات. هو انت عمرك ما بتتخن؟ انا ايه؟ ما بتتخنش خالص؟ ها؟ لان ما باكلش. خلي بالك من حاجه، ما بتاكلش ايه؟ انت كل يوم بعد الهوا بتاكل قد كده؟ جاي لك اهو تمسالي سؤال وبتجاوبي عليه، ولا تسمعي من اخوكي الاجابه؟ في اجابه هتبهرك. اتفضل. لما تحسبي يعني كل الاكلات اللي انا باكلها على يعني على مدار اليوم هي نقنقات، لما تجمعيها تعمل لها مثلا وجبه واحده لشخص ناضج. فانا والله العظيم زي ما بقول، بس ابان قدامك ان انا ايه على طول بخرفش في حاجه، بقي عمال يلعب، بس كلها رفايه، مفيش حاجه اللي جت. اقول لهم انت قلت لي ايه في الفاصل؟ نجيب سندوتشات ايه؟ اه الباذنجان العالمي، والله العظيم باذنجان عالمي. لا طبعا حابه نتناقش في تفاصيل الخبر، ممكن نتناقش في تفاصيل الخبر. خليها بعد الفاصل. واحكي للناس انت فايتك قد ايه والله. طيب بس بقول لحضراتكم ابعتوا لنا. ولو انا هقول بقى بصراحه، انا من 2020 بدايتها زدت 20 كيلو 10 كيلو. اللهم صل على كامل النور. 10 كيلو. اللهم صل على كامل النور. انت كومنت جابت معاكي كده؟ انت لخبطتني، استنى بقى. 10 كيلو بس، والله 10 مش 20، 10 وان شاء الله هنزلهم، نزلت منهم كيلو ونص ان شاء الله، لسه في شهرين. بس انا بالنسبه للرياضه لا يعني كنت مواظبه، ودلوقتي بصراحه بقالي اكتر من شهر ما رحتش الجيم خالص. فادي الشفافيه مننا، مستنيين بقى الشفافيه من جانب حضراتكم.